يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في الدرس السابق في التفسير ذكرتم حفظكم الله، يقول في إحدى الإجابات ما أشكل علي وعلى بعض الإخوة، وفهمنا أنكم تقولون بالموازنة بين حسنات المردود عليه وسيئاته. يا أخي أنا قلت لك لا تجحد الصواب الذي مع خصم، لا تجحد الصواب الذي معه تخلي كل اللي معه كله خطأ، لا هذا ليس من الإنصاف، هذا ليس من الإنصاف. فإذا قال قولا بعضه صواب وبعضه خطأ قل أصاب في كذا وأخطأ في كذا، أما أن تقول أخطأ نهائيا وليس معه صواب هذا ليس من العدل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كثيرا ما نسمع هذه الكلمة وهي لا تنسى، قصدي أنك ما تقول كل ما معه خطأ، تقول معه صواب ومعه خطأ تبين، أو ترد الخطأ وتسكت، ما تقول معه صواب تسكت على الأقل، أما أنك تجحد ما معه من الصواب تقول ما معه صواب أبد كله خطأ هذا لا يجوز. نعم.